نصائح يجب أن تعرفها قبل الذهاب إلى الامتحان. أولاً، لا تذاكر معلومات جديدة ليلة الامتحان. ليلة الامتحان بروفة نهائية، يعني ما فيش فيها أي حاجة جديدة، علشان الجديد اللي هتحاول تذاكره لأول مرة هيقلل من تثبيت القديم. راجع على المهم أو حل امتحانات، سمع أهم القوانين أو التعريفات. ثانياً، نم جيداً ليلة الامتحان. النوم الكافي ضرورة وأولوية، علشان لو رحت تعبان ومش مركز في خطورة إنك ما تقدرش تفتكر اللي مذاكره، ومش هتكون مركز. هتحتاج في الامتحان تكون مركز وهادي. نام حوالي 7 ساعات كاملة. ثالثاً، في صباح يوم الامتحان اصحى بدري شوية عشان ما تكونش متوتر ومستعجل. ابدأ يومك بالصلاة والدعاء علشان قلبك يمتلئ بالراحة. اوصل لمكان امتحانك بدري واعمل حساب الظروف، ولما توصل ابعد عن أصحابك اللي من عادتهم إنهم يوتروا نفسهم وغيرهم. 4. عند استلام ورقة الأسئلة، المعلومات اللي ذاكرتها متخزنة في العقل المفكر. التوتر والقلق والخوف بيقفل العقل المفكر، يعني مش هتعرف تفتكر، وهتفتكر نفسك نسيت كل حاجة، وده مش صحيح. هعلمك طريقة مجربة. أول ما تمسك ورقة الأسئلة سيبها مقلوبة، واقرأ شيء بتحبه وترتاح له من القرآن، وادعي ربنا بيقين، وحل ولو سؤال واحد عارفه جدا. طالما فتحت الطريق للعقل المفكر هتفضل فاكر إن شاء الله. 5. احرص على أن يكون معك ساعة. لازم يكون معك ساعة. قسم الوقت على أسئلة الامتحان، وسيب نص ساعة في الآخر زيادة احتياطي أو تلت ساعة. حط لكل سؤال وقت عشان مفيش سؤال ياخد وقت كبير على حساب الباقيين، وتابع الوقت بشكل منتظم علشان تتأكد إنك ماشي صح. 6. ابدأ بإجابة الأسئلة اللي تعرفها جيداً، هتستفيد حاجات كتير. الفايض من الوقت الخاص بيهم هيروح للأسئلة الأصعب واللي محتاجة وقت أطول. هتطمن لما تلاقي نفسك حليت كتير من الامتحان ولسه قدامك وقت تفكر وتحل الباقي. السؤال الصعب اللي بيقابلك سيبه وروح على غيره، عقلك بيكون لسه شغال عليه وبيجهز الإجابة، ولما ترجع له تاني هتلاقيه أوضح وأسهل. 7. اقرأ الأسئلة كاملة بعناية. اقرأ السؤال كامل مرة واثنين وثلاثة، اتأكد السؤال في أي جزء وإيه المطلوب بالتحديد، وتأكد من أجزاء السؤال وهل السؤال فيه أكتر من مطلوب واحد، واقرأ رأس السؤال كويس جدا، وتأكد هل السؤال اختياري ولا إجباري علشان ما تضيعش وقت في سؤال اختياري وتكون لسه ما خلصتش الأسئلة الأساسية. 8. قلص الإجابات المتاحة. لو محتار بين عدة إجابات أو مش عارف تختار الإجابة الصحيحة، تقدر تستخدم طريقة استبعاد الإجابات الخاطئة على طريقة جورج قرداحي في من سيربح المليون. ساعات مش هتقدر تعرف إيه الإجابة الصحيحة، ولكن تقدر تحكم بوضوح إن إجابة معينة خطأ. 9. لا تغير إجاباتك. الدراسات أثبتت إن أول إجابة بتخطر للطالب بتكون هي الإجابة الصحيحة غالباً، علشان كده ما تغيرش الإجابة إلا لو تذكرت بوضوح الإجابة الصحيحة وكنت متأكد. 10. راجع قبل مغادرة لجنة الامتحان. دي برضو نقطة في غاية الأهمية. المراجعة اللي تهمني إنك تتأكد من إنك جاوبت على كل الأسئلة. امشي مع ورقة الأسئلة سؤال سؤال، وتأكد تماماً إن مفيش سؤال متروك بدون إجابة، وإن كل إجابة غطت كل المطلوب. بعد كده لو حابب تراجع الإجابات نفسها لتحسينها وإضافة زيادة مفيش مشكلة. لو اكتشفت بعد الامتحان إنك نسيت سؤال هتكون حسرة بلا أي داعي.